الخبر الغريب اللي أبغى أقول لكم إياه مشاهدينا، تسببت مشاجرة وقعت بين راكب وزوجته على متن إحدى الرحلات الجوية في تغيير مسارها التي كانت تقول لهم من ميونخ إلى تايلاند، حيث اضطر القائد إلى الهبوط اضطراريا في الهند حفاظا على سلامة الركاب. يا ساتر يا ساتر، يعني بصراحة يعني وأجلوا الخلاف شوية يعني لين ما توصل الرحلة. يعني أنا كراكب إيش ذنبي إني أنا مثلا تأخر رحلتي ولا أتعطل عشان اثنين تهاوشوا؟ عندكم مشاكل حلوها بالأرض، لا تحلونها بالسماء. بالضبط. إي أنا أشوف غلط مشاكلكم العائلة في بيتكم، مو قدام الناس. أبدا. لا استني، هذا قدام الناس مو قدام الناس شيء، هذول في الجو. في الجو إي. يعني طبعا إجراءات السلامة في الطيارة جدا حريصين عليها، طلعت كثير مواقف تصير مثلا لو انه احد مرض، في حاله ولاده، في حاله شجار، لو حتى في اشتباه، لانه الوضع ما يتحمل اي نوع من انواع المجازفه. انه مثلا يكون في خناق لا قدر الله، ممكن يكون في تطاول، في اذى للناس اللي حولهم، الناس ممكن يدخلوا معاهم في اشتباكات وغيرها. فتصير فوضى في السماء وفي مكان مغلق، ففعلا الوضع خطير، واتوقع انه تكون فيها محاسبه قانونيه حتى يعني من الخطوط الجويه وين ما كانت. احتفظوا بمشاكلكم. بس هل من حق الخطوط مثلا انها هي تلغي رحله الركاب كلهم عشان اثنين تهاوشوا؟ انا ما ادري. يعني هي ما تلغي، هي يعني تغير مسار، واتوقع انه يكون فيها تعويض، واللي ما اعرف ايش تفاصيلها من الناحيه القانونيه، ولكن للاسف انه هذه المواقف يمكن الناس ما يتوقعوا قديش هي بتكون خطيره فعليا. بالاضافه الى ذلك، تتوقع مين اللي سوى الشجار، الزوج ولا الزوجه؟ أنا أتوقع يعني ما أقدر أتكلم. والله شوفي، أكيد هو نرفزها وهي ادت له ردة فعل محترمة. يعني عموما وصلت الرحلة بسلام.